وليد بلوشار الطرابلسي. حسام قشور. You both know the rules. I expect a clean fight. Ground and pound to the head on the ground is okay in this fight. Step back, let's fight. لا شو ده. لا العام راح يبدا النزال الحين. يلا 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 لاعبين ستاندين وليد الطرابلسي وحسام قشوع يمتازون بالستاندين. هم ابطال بالكيك بوكسين وال بدوها ضربات مواشي ومن بعدها التحام. كابتن هذا اللقاء كبير بيستنوه كل الجماهير لعشاق الكابتن القدير حسام قشوع وهو مدرب للفنون القتاليه المختلطه. اليوم يلعب مع وليد طرابلسي. وليد طرابلسي برغم خسارته في البطوله اللي فاتت ولكن اليوم اعطيناه الفرصه الثانيه للمنافسه. اوه حلو كابتن حسام. كابتن حسام قشوع. نعم ركلات قوية. حسام بيفوز. كابتن حسام يفوز. جميل التيك داون كابتن حسام. برافو كابتن حسام قشوع بطل. الان اخذ التيك داون. الحين هو موجود داخل كابتن القرد. انا مستغرب ليش اللاعب التونسي فاتح القرد. يمكن هذه عدم خبره. الحين سكر. الحين سكر. قاعد يفتح. هو قاعد حسام يقدر يقوم ويقدر يقعد في اي وقت. هو قاعد يحاول ياخذ طبعا هذا محاولة كسر. محاولة بس طبعا مو ماسكة عدل. نعم مو ماسكة عدل. حاول يمكن هم المفروض انه في الوضعية هذه. هذا النزال كابتن لفئة المحاربين. الضرب على يسمح في الضرب. نعم. على الجراوند باوند على الوجه مسموح اذا كان في الارض. نعم. طب وقفهم الحكم. وقفهم الحكم. ما اشوف اي فائدة من النزال. ليش؟ طبعا في الجار لما نتكلم المفروض اللاعب الامريكي بدا يتراجع. بدا يتراجع اللاعب التونسي. شوف كابتن حسام قشوع. ضربه قويه من كابتن حسام. تيك داون ثاني. الحين مصاعد ماونت. الحين اللي فوق وليد تونسي. حسام طبعا بتدرب جوجيتسو عند الكابتن راشد براشد. واضح هذا التجهيز من خلال التيك داون اللي اخذه. نعم. اللاعب التونسي اتوقع انه معرفته في الجوجيتسو كان يلعب في بطولات شوت فهو عارف في وضعيات الارضيه. نسمع نشوف هو في وضعيه الماونت ما في مقاومه يمكن. ايوه عمل سويب كابتن بس حسام. بس هذه حركه خطره من حسام لانه ممكن كان ياخذ ارمبار. بالضبط. لو كان منتبه ذاك بس انه مو لاعب متخصص بالجيتسو. نعم. هو لاعب ستاند راحت عليه الفرصه. نعم نعم. اعتقد هني اذا ما هني بامكانه ياخذ خنق بس لازم ينزل ياخذ قرب. طبعا هذا فاول ما يصير يلعب. نعم. بالركبه على الوجه في الوضعيه الارضيه. نعم هاي مخالفه. طبعا الحكم راح يخليه يريح يعطيه فرصه. بالدقيقه 42 ثانيه وقف التايم الحكم. خصم منه الحكم نقطة. نعم. لأنه هذا وضعي يعني هذا خطأ ما في. نعم. يعني ما في مجملات. ما في مجملات. نعم. هذا خطأ ممكن أنت تطيح اللاعب. نعم. خلاص اللاعب ما يقدر يلعب. صح. الحين حسام له الحق بخمس دقائق حسب القانون. نعم. نعم. إنه يريح. نعم. إلى أن يتعافى من هذه الضربة. أعتقد راح يكون الحكام هنا يقررون عاد من كانت السيطرة قبل الغلط هذا. الحكم أوقف المباراة. Did it twice. This fighter is dizzy. He can't see. We're going to stop the fight to be safe. They can fight again next time. GFC 4, they'll fight again. But for tonight, the fight is over. You will win by disqualification. To be the winner by disqualification. والآن تكريم البطل وليد طرابلسي.
والآن تكريم البطل حسام قشور.